السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، حياكم الله، مرحبا بكم. هاد الباسات سي سي الله قال لي زينة مع مولاها دابا شي سويعة، وأنا عيطنا للدري السيكي أنا باقي ما مساليش، قلنا نصوروه هكا عقبلوا علينا وصافي. هاهي الإخوان عاد دخلت دابا 2009 الديوانة 2012، اللي بغاها مرحبا. مازال إن شاء الله نعاود لها شي سيكاج ولا باج، ديك الساعة نصورها لكم إن شاء الله. تالي كتبت لشي واحد دابا نسيكيوها، وخا عطينا العربون لافاج والسيكاج على حسابي، ما كاينش مشكل. غير هو الاخوان بغيت ندير لكم واحد القضيه، سبحان الله بزاف ديال الاخوان طيبين الحمد لله، متابعين ديالنا من اطيب خلق الله عز وجل، الناس اللي كنحبوهم وكيحبونا فعلا، ماشي الناس اللي جالسين ها هضرين. درت له واحد الفيديو في التيك توك ونزلوا عليا عاوتاني التعاليق، قال لي شريتيها ب 10 ونص بغيتي تبيعها ب 12 ونص، كريساج هذا. وسبحان الله العظيم انا والله ما شاريها ب 10 ونص، شاريها اقسم بالله تكثر من هذا الثمن بزاف. وتعليقنا وواحد تعليق اخر قال لي وتفرش يقول على مولاها يحيدها من افيتو، وانا ندخل لافيتو كنقلب لقيت السيد حاطه ب 12 و300، وانا والله ما كنت عارفه حاطه ب 12 و800، وداك الشيء اللي جا عندي هو اللي طلبه. فجا عندي قال لي باغي فيها 12 و300، رغبنا طلبنا حيدنا شي بركه، عاودنا لونسيناها ب 12 و800، دابا انا طالب في هذه 12 و800، فين هو العيب؟ اش نقول لك، الله المستعان. الناس ما بقاوكش باغيين تربح، ما كراش دير ناخذها انا ب 11 ونص ونعيط نقول له خذوها ب 10، وشنو ندي لولادي انا شربح؟ اش هاد الكره واش هاد البغض؟ يا اخي راه تجاره هذه، احل الله البيع وحرم الربا، واش نتوما ربي حل الحاجه نتوما تحرموها؟ ما فهمتش يا اخي، الله المستعان، والله ما عرفش اش نقول لهاد الناس. نقول لهم الله يهديكم، اش نقول، رمضان هذا، ونذكركم بواحد الدعاء ديال ليله القدر لعلها تكون اليوم، قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، قول هاد الدعاء ينفعك ان شاء الله في الدنيا والاخره. وخطي عليك الناس اللي كيتاجر، حيت التجاره راه ماشي كل ربح، كو كانت التجاره كل ربح كاع ما يكون التوكل على الله فيها لازم. دابا علاش التجاره فيها توكل على الله عز وجل؟ هي تربح هي تخيب، حيت فيها ربح، حيت فيها مبدا الربح ومبدا الخساره. شحال من طوموبيل كتقول هاد الطوموبيل هي اللي ناكل فيها مزيان، هي اللي كتخسر فيها. الطوموبيل كتقول هاد الطوموبيل هادي ما ربحش فيها، هي اللي كتربح فيها. يعني هادشي موكل الله عز وجل، الربح ماشي بيدي ولا بيدك اخويا، الربح بيد الله عز وجل. ولهذا اتقوا الله عز وجل في كلامكم ايها المعلقين المعلقون، سيرتو دوك اللي كيعلقوا بالسلبي، قول خيرا او اصمت خير. ربي حل لي واحد التجاره، انت واش باغي تحرم عليا؟ نطلب اللي بغيت. اخويا عطاني هاد الطوموبيل هادي مولا صاحبي فردا، وعطاها لي فابور، هادي عطاها لي فابور، وغناخذ فيها هذيك 12 ونص كامله، كاين شي اعتراض اخويا؟ عطاها لي فابور كادو، اشنو عطاها لي كادو؟ نعطيها لك انت كادو ولا؟ هيا الاخوان اسمحوا لنا، كما قلت لكم راه خصها واحد لافاج فيها الريغيلاتور دو فيتاس، الفولا عامره ضربه 250 سيزيام، اكرون تاكتيل، السياره مليحه اللهم بارك. المهم الديوانه كاينه، فراسه بالضو، فرانما الكتريك. هيا الاخوان اللي بغاها مرحبا. المهم الا كتبت لشي واحد بهذا الفيديو راه لافاج والسيكاج علينا، لقيتيها مسيكيه وناضية مرحبا بك. ها هو روضة السكور، كما قلت لكم الاخوان لافاج، وانا تنسيكي واحد نديرو لها لافاج، ولافاج اصلا عامر شاد للنوبة، لكن اللي انتريسي السيارة راه مليحة، وان شاء الله من تغسل وهذا تزيد زيان ان شاء الله. المهم هي راه السيارة مليحة اللهم بارك، الطريق الموطور على حسابي، كل شيء مليحة بزاف. عند هذه الاوطوق انا ترك قدام جنرال، شنو ندير؟ او الموطور شو كي مدير ان شاء الله مغبر، لاني موطور مليح اللهم بارك، سقتها اللهم بارك في الطريق الجبيد، بنوات مزيانين. هادشي اللي كاين مرحبا، حتى تغسل ان شاء الله دير لافاج، وحياكم الله مرحبا بكم. مرحبا يا اخوان، حياكم الله مرحبا بكم.
هاي الجراج، هاي جامع بدر. كيفاش السي رشيد؟ عمرك ما خصيتي للموطور قلتي؟ الناس كيبغيو يسمعوا من مول الطوموبيل فهمت؟ واخا ما كنبانوش هنا في القناة. كيفاش قلتي السي رشيد؟ هادي راه نبيعوها لواحد اخر، حنا كنسخرو. كي داير الطوموبيل اخي رشيد؟ الطوموبيل عندي كتشوف مليح ياك؟ لا الحمد لله بصراحة أنا سكت هذا باش السكوس ما كاين لا تقرقيب لا والو. من الكابو للكابو. زعما الفيدونج فيدونج. باقي فيها الفيدونج شوية. لا زعما باقي يضرب شوية. ما ضرب دابا شي 2000 ديال الفيدونج. ها يعني دير له زيد دير 10000. دير 10000. الله يبارك. ما ضرب الله تعالى يسر.